اكتوبر رانينج تيم. احنا تيم جري ابتدى في اكتوبر، بقالنا بالظبط في حدود ده قربنا على السنه. الفيرست انيفرس بتاعتنا هتبتدي يبقى من 7/11 دوت. لسه بنرتب لها، هيبقى ايفنت كبير في نشاطات مختلفه مش بس الجري. احنا بننزل كل يوم جمعه، هدفنا ان انت كل واحد ينزل يجري. شكل انك تنزل تجري ميبقاش حاجه غريبه عن الناس. دايما بحضر الايفنتات، هي حلوه بتشجعنا احنا نجري وكده تو كيب ان شيب. انا بقول ان الايفنتات كويس جدا ورائع جدا، وان هو ان شاء الله يعني هيحققوا مركز اعلى من كده، وان شاء الله هنعمل حاجات احسن من كده. يعني جماعه منظمه جدا ودايما مفرحينا، وان شاء الله نكمل على خير، يعني نبقى دايما مع بعض. حاجه جميله وان شاء الله نكمل وتبقى حاجه كويسه، وبننبسط على طول في كل يوم جمعه، بننبسط حاجه كويسه. دي تقريبا 10 مره اجي، يعني لانكاري على 10 ليا. يعني بشجع الناس كلها ان هي تنزل، يعني كل مره بنجري في مكان يعني مختلف، وحتى اللي ما عندوش امكانيات ان هو يروح نادي هنا برضو موفر له كل حاجه.